أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس أخي الحسين وعلى زينب أخت الحسين. السلام عليكم إخواني ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق رسول الله. في كل يوم نتعلم من الحسين عليه السلام، من هذا المصباح الذي ينير لنا درب الحق ودرب الحقيقة للوصول إلى الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة. من الأمور التي تميزت بها معركة الطف، معركة الإمام الحسين أو ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هي تلك الحيوية الفاعلة والصحوة الكبيرة التي تميز بها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في مجتمع قد سيطرت عليه حالة الاستضعاف وحالة اللاوعي والاستسلام أمام القمع والإرهاب الذي تميزت به سياسة بني أمية وسياسة معاوية بالخصوص. يقول علماء النفس وعلماء الاجتماع أن الإنسان أو المجتمع المقهور عندما يعيش حالات القهر والقمع والإرهاب تمر معه فترة من الزمن يتأقلم مع هذا الجو حتى يصاب بعقدة الاستضعاف، وإذا أصيب بهذه العقدة يعني أنه يصبح إنسانا مسالما يرضى بالعيش مع المجتمع المستضعف من دون أن ينادي بالتغيير أو التحول. وهذا في الحقيقة كلام صحيح. نحن إذا نرجع ونربط هذا الكلام في واقعنا الحالي نجد هذا الأمر موجود. تجد أنت الناس عندما تعيش فترة طويلة من القمع والإرهاب والظلم والقسوة، تجد أنه عندما يحاول البعض أن يغير يقول الناس المستضعفون أو الذين أصيبوا بعقدة الاستضعاف: مو وقت الآن، ولماذا لا تحرك الآن؟ هذا يؤذي نفسه، هذا التحرك ليس مناسبا، يعني يقف ضد التحرك ويقف ضد التغيير. نحن نستطيع أن نعطي أمثلة حية سواء في العراق أو في أي بلد عربي أو في أي بلد عاش حالة القمع والإرهاب وحالة الاستضعاف. تجد أن المجتمع يميل يقول هذا أفضل ما عندنا، هذا الشيء، هذا أفضل الموجود، لا ندعو إلى التغيير. هذا المجتمع يكون ضحية الإرهاب، ضحية القمع. هذه السياسة اتبعها بنو أمية، وسوف نبين إن شاء الله كيف اتبع معاوية بن أبي سفيان بالذات هذه السياسة خلال حكمه كخليفة 20 سنة، وخلال أيضا حكمه كوالي على بلاد الشام 20 سنة، لأن معاوية حكم 20 سنة كوالي على بلاد الشام من قبل الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عثمان،
وبعد أن حارب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا حكم في بلاد الشام أو حكم كخليفة على المسلمين لمدة 20 سنة. معاوية أسس نهجا في السياسة تختلف تماما عما سبقه من الخلفاء، وإن كان الخلفاء الذين سبقوه قد قدموا له المقدمات. يعني المسألة بدأت من السقيفة، المسألة بدأت من وضع أهل البيت والإمام علي بالذات تحت الإقامة الجبرية في المدينة المنورة. المسألة بدأت من حين منع بنو هاشم تماما من استلام أي سلطة أو أي حكومة أو أي ولاية، لأن بنظر الخليفة عمر بن الخطاب إذا ولى أحدا من بني هاشم فيقول للناس هلموا إلينا لا إليكم. على هذا الأساس منع بنو هاشم تماما من استلام أي سلطة أو أي مسؤولية سياسية في زمن الخلفاء الثلاثة. وعلى هذا الأساس ترتب الأمر لمعاوية الذي استطاع أن يحكم بعنوان الملك المطلق من دون أي معارض، وخلق جوا من الإرهاب الفكري والإرهاب السياسي والإرهاب القمعي الذي استطاع فيه أن يرهب قلوب الناس ويغير قلوب الناس وأفكارها إلى درجة أن الأمر يصل أن الناس تقول ما لنا وللسلاطين، أو ما لنا وللدخول بين السلاطين. هذا الوضع الذي وصل إليه المجتمع في زمن الإمام الحسين، في زمن معاوية بن أبي سفيان. ونحن عندما ننظر إلى هذا المجتمع نجد أن الإمام الحسين عليه السلام الوحيد الذي كان حيا، الذي كان يعرف ويرى الأمور أين تكون وكيف يتحرك ليغير ذلك التغيير الذي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة إن شاء الله. معاوية اتبع سياسة خطيرة نحن نلخصها إن شاء الله لكم اليوم مع الاتيان ببعض الشواهد التاريخية التي تؤكد كلامنا بالنسبة إلى معاوية. من ينظر إلى كلام معاوية عندما استلم الخلافة يظن بأن هدف معاوية كان الحكم والسلطة، باعتبار أنه عندما استلم الحكم قال، خطب بأهل الكوفة وقال: والله ما قتلتكم لتصلوا وتصوموا وتحجوا وتزكوا وأني أعلم لأنكم فاعلون ذلك، وأنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهين. إذن معاوية عندما ننظر نحن إلى هذا الكلام نظن بأن ماذا؟ أن سياسته هو السلطة، هدفه الأساسي هو استلام السلطة والحكم. لكن لا، عندما نتأمل بأفعال معاوية وأقوال معاوية الأخرى نجد أن معاوية كان هدفه القضاء على الإسلام والقضاء على ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، والقضاء على ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلذلك نحن عندما نتأمل في سياسة معاوية في الخلافة سوف نجدها أنها ليست فقط السلطة، وأنما تغيير جذري في ثقافة المجتمع الإسلامي وتغيير جذري ضد الثقافة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، والتي أيضا تبعه أهل البيت في نشر هذه الثقافة الإسلامية الأصيلة. وكان مما ساعد معاوية على تطبيق مثل هذه السياسة هو كما قلنا سياسة الخلفاء الذين سبقوه. ومن أصعب وأشد الأمور قسوة على الإسلام هي قضية منع تدوين الحديث، منع تدوين الحديث التي اتبعها هذه السياسة التي اتبعها عمر بن الخطاب. هذه أدت بأن
يكثر الكذابون ويكثر الوضاعون للحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يوجد رقيب ولا يوجد قواعد ولا يوجد أي شيء يحمي الحديث من الكذب. الحديث ممنوع من التدوين بحجة أنه كي لا يختلط بالقرآن، وهذا طبعا غير صحيح. الهدف كان إخواني، حتى الهدف من ذلك الوقت هو حتى يمحى أثر فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا هو الهدف. فمنع تدوين الحديث أعطى الفرصة لمعاوية ليتبع سياسة يشجع فيها الكذابين على وضع الحديث، بل اشترى الناس بالأموال الطائلة لوضع الأحاديث الكاذبة ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتأييدا لسياسة بني أمية ولفضائل الخلفاء الثلاثة، وخصوصا عثمان بن عفان كما سنبين لكم لاحقا إن شاء الله. بعد أن مر الإسلام في فترة طويلة من منع التدوين، كيف يستطيع الآن العلماء بعد 200 سنة من النبي صلى الله عليه وآله أن يكتبوا الحديث ويضعوه بموضعه الصحيح من دون أن يكون هناك اختراقات، ومن دون أن يكون هناك إسرائيليات، ومن دون أن يكون هناك كذب، وخصوصا إذا نظرنا أن أصحاب الحديث أصحاب المجاميع الأحاديث قد أخذوا أيضا في قواعدهم القضايا المذهبية في عملية التوثيق وفي عملية الأخذ بالحديث. مثلا مثال بسيط، مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح عندما يتحدث عن جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، جابر أحد أصحاب الأمة عليهم السلام، خصوصا الإمام الباقر، كان يقول حدثني محمد بن علي 70,000 حديث يضيق بها صدري، ما في أحد يحدث هذا. كان الإمام ينصح يقول له روح إلى بئر، انظر في ضع رأسك في فم بئر وتحدث بهذه الأحاديث حتى يفضفض في قلبه. يقول مسلم أن جابر صادق في الحديث، وجابر بن يزيد أنه ثقة، لكنه بما أنه يقول بالرجعة فنحن لا نأخذ بحديثه. رجعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبار أنه شيعي أيضا رافضي، سبحان الله ثقة لا يكذب، لكن أخذ التوثيق بناء على المعتقد، وعلى هذا الأساس فقس. أنت إذا تنظر إلى صحيح البخاري قد أخذ من الخوارج ولم يأخذ من الشيعة، لماذا؟ لأنهم يخافون من الأحاديث الصحيحة، وسموا كتبهم بالصحيح للأسف وليس فيها شيئا من الصحيح. فلذلك أخذت الأحاديث الطابع المذهبي. وأخواني من أخطر أيضا ما في المسألة أن المذاهب الأربعة وأئمة المذاهب الأربعة كلها كانوا قبل عصر تدوين الحديث، فقط إمام أحمد بن حنبل كان من أصحاب المسانيد، بس مالك وأبو حنيفة والشافعي وحتى الإمام أحمد كانوا قبل الصحاح. الصحاح جاءت بعد المذاهب، بعد أئمة المذاهب. فلذلك هناك بلاءات عظيمة في قضية الحديث وتدوين الحديث. هذا مما أعطى الفرصة إلى معاوية لكي يكسب الناس ويشتري الصحابة ويشتري الوضاعين ليضعوا الأحاديث، كما في خطة قد نلخصها بالأمور التالية. أولا سياسة الإرهاب والتجويع. يقول في شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي ينقل هذا الخبر، هذا مثال في قضية سياسة الإرهاب والتجويع. حدث سفيان الغامدي أحد قواد معاوية العسكريين قال دعاني معاوية فقال إني باعثك بجيش كثيف ذي أداة وجلادة، فالزم جانب الفرات حتى تمر بهيت،
فتقطعها، فإن وجدت أو فإن وجدت بها جندا فأغر عليهم، وإلا فامضي حتى تغير على الأنبار، فإن لم تجد جندا فامضي حتى توغل في المدائن. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم. أعان الله أهل العراق من ذلك الوقت والغارات والإرهاب عليهم. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرح كل من له هوى فينا، وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر، فاقتل كل من لقيته ممن هو ليس على مثل رأيك. لاحظ، قتل على الرأي يعني. فاقتل كل من لقيته ممن هو ليس على مثل رأيك، وأخرب كل ما مررت به من القرى، واحرب الأموال، فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وأوجع للقلب. هذه السياسة التي اتبعها معاوية مع شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وخير من يصف لنا هذه السياسة الإمام الباقر سلام الله عليه. ماذا يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول: وقتلت شيعتنا بكل بلدة، وقطعت الأيدي والأرجل على الظنة، وكل من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره، ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام. هذا ملخص من الإمام الباقر كيف أن الشيعة كانوا يقتلون على الظنة ويلاحقون في كل بلد فقط لأنهم شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ركز معاوية على ولاته بتطبيق هذه السياسة، على ولاة الأمصار أن يطبقوا هذه السياسة وهذه القسوة. كمثال على ذلك، سمرة بن جندب. سمرة بن جندب كان والي البصرة في زمن معاوية، والي البصرة للخليفة معاوية. ماذا فعل سمرة بن جندب؟ طبعا سمرة بن جندب هذا قصته عجيبة، هذا أحد الصحابة، وقصته أيضا نقدم قبل أن نتحدث عن هذا، لأن حتى تعرفوا نوعية الشخصيات التي كان يعتمد عليها معاوية. سمرة بن جندب هذا كان حادثة قعدت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، سمعين فيها صحيح؟ هذه جاءت بسبب سمرة بن جندب. في زمن النبي صلى الله عليه وآله باع دارا وأبقى نخلة داخل الدار، فكان كل مرة باعها لنصراني لإنسان مسيحي، فكان دائما في أوقات غير مناسبة يأتي ليشاهد أو يتفقد النخلة، فاشتكى هذا النصراني إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. يعني كل إنسان عنده عرض يخاف عليه سواء مسلم أو غير مسلم، الناس عنده شرف، فهذا كان يأتي بأوقات غير مناسبة ليتفقد النخلة، صار مثل ما نسميها نحن مسمار جحا. فهذا الرجل اشتكى للنبي، قال النبي، جاء النبي بسمرة بن جندب وقال: أعطه نخلته، هذه النخلة، أو بعه هذه النخلة وأنا أعطيك بدلا منها 10 نخلات. قال: لا أبيعها يا رسول الله، أعطه هذه النخلة وأعطيك بدلها كذا بستان، وأعطيك بدلها نخلة في الجنة. وعرض عليه النبي عروضا مغرية في الجنة وفي الأرض وفي الكذا، ولم يقبل، قال: لا أبيعها. قال للرجل النصراني: اذهب واقطع نخلته، واذهب يا سمرة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. كان يرفض هذا الرجل عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان اشتراه معاوية ليختلق أحاديث ويقول أن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنها نزلت بقاتل الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام عبد الرحمن بن ملجم.
وقد دفع له معاوية 500,000 درهم في مقابل هذا الكلام. ولاه معاوية على البصرة فقتل 8,000 من أهل البصرة. قال له زياد بن أبيه: أما تخشى أن تكون قد قتلت أبرياء مع من هؤلاء؟ قال: والله لو قتلت فوقهم مثلهم ما خشيت من شيء. كله إرضاء لمعاوية. 8,000 من أهل البصرة، كان إسراف في القتل. معاوية يتبع هذه السياسة ويوصي أولياءه ولاة الأمور على الأمصار بأن يطبقوا هذه السياسة. من أحد كتب معاوية إلى ولاة الأمصار أيضا: انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان، فقط لأنه يحب علي، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. أعانكم الله يا شيعة علي. فمثل هذه السياسة اتبعها معاوية، قضية التجويع، قضية الإرهاب التي تجعل الناس حتى يخشون بأن يقولوا نحن نحب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا السياسة الثانية أو الأسلوب الثاني الذي اتبعه معاوية إحياء النزعة القبلية. الإسلام جاء ليلغي الفكر الجاهلي، ليلغي الفكر الذي يميز بين الناس بالأنساب، وقال القرآن صريحا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المعيار عند الله التقوى، والنبي يقول: لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشت. ما عند الله سبحانه وتعالى شيء اسمه عربي واسمه فلان أو علان. الأنساب عند الله ليس لها قيمة، القيمة هي للعمل الصالح، للتقوى. لذلك الإمام الباقر يقول: إنما شيعتنا من اتقى الله. الإسلام جاء لذلك، لكن معاوية وبني أمية وطبعا وقبله الخلفاء بدأوا هذه الأمور وأصبحوا يميزون ويحيون النزعات القبلية والنزعات الجاهلية التي كانت. وكان يشتري معاوية زعماء القبائل ويحاول أن يهيج بينهم المشاكل ليكسب كل إنسان إلى صفه ويعطيهم العطاءات ويغريهم بالأموال ليحيي هذه النزعات حتى يستطيع أن يسيطر على القبائل. فلذلك كانت العطايا تبع العرب تختلف عن العطاءات الأخرى، أو العطاء للقبائل التي تؤيده يختلف عن العطاءات للقبائل الأخرى. أيضا التخدير، الأسلوب الثالث، التخدير باسم الدين وشل الروح الثورية عند الناس. باعتبار أن بني أمية مغتصبون لملك النبي صلى الله عليه وآله، فهم يعرفون بأنهم ليسوا على حق. يعني معاوية يعرف تماما بأنه ليس من صلاحياته استلام الخلافة، وأنه ليس مؤهلا شرعا لأن يستلم الخلافة، ولا بني أمية، فهم يعرفون ذلك. لذلك اتبعوا سياسة بحيث أنه يغير المبادئ الدينية ويشل الروح الثورية في الناس حتى يستطيعوا أن يسيطروا على هذا المجتمع. يقول في شرح نهج البراغة نقلا عن الإسكافي أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام. يروي أخبار قبيحة في علي عليه السلام باعتبار أن علي وأهل البيت يمثلون الإسلام، يمثلون الدين الحقيقي والسنة الصحيحة. فلذلك كانت سياسة معاوية أن يشتري الناس لخلق أحاديث تذم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تقتضي الطعن فيه، يعني في علي، والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله،
فاختلقوا ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير. وطبعا هناك أمثلة كثيرة نستطيع، اشتراهم معاوية ليحدثوا بالأحاديث التي تمدح بالخلفاء وتمدح ببني أمية وتغير المفاهيم الدينية، باعتبار ما في قيود على الحديث ولا يوجد شيء اسمه تدوين الحديث في ذلك الوقت. وكتب معاوية إلى عماله بعد عام الجماعة، قال: أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل أبي تراب وأهل بيته، وكتب إلى عماله أن لا يقبلوا شهادة لأحد من شيعة علي وأهل بيته. الآن هذا أين يطبق إخوان؟ عدم جواز الزواج من الشيعة وذبائحهم وعدم قبول شهادتهم. أنا شفت فتاوي موجود توزع على الحجاج، سألوهم أنه نحن جيراننا شيعة، فهل يجوز أن نأكل من ذبائحهم ومثلا نزوجهم بناتنا أو نتزوج منهم؟ فكان الجواب: لا، لا يجوز، لأنهم يعتبرونهم غير مسلمين، يعني أشد من الكفار. فهذه سياسة معاوية كانت تطبق اليوم في هذا الزمن. صلوا على محمد وآل محمد. وكتب إلى عماله أن لا يقبل شهادة لأحد من شيعة علي وأهل بيته، وقال: انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته. طبعا في مثل هذه الحالة سيكثر الكذابون، يعني بس واحد يتقرب يخلق حديث حتى شو، حتى يأخذ العطاء ويصير اسمه عند معاوية ويصبح من المرضيين. ثم كتب أيضا إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى، صار كثير الحديث في عثمان وفي فضائل عثمان حتى صار ذي النورين، قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتاب هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته. هذه سياسة معاوية في قضية الحديث وفي قضية تغيير الدين وتغيير المفاهيم، ومن هناك خلق تقديس الصحابة وخلقت نظرية عدالة الصحابة من ذلك الوقت. هذه المدرسة في الحقيقة، هذه السياسة خلقت ثلاثة أنواع من الحديث أو أربعة أنواع من الأحاديث النبوية. النوع الأول ما يرجع إلى القدح في علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني الذم أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثاني ما يرجع إلى تمجيد بني أمية وخصوصا عثمان ومعاوية، والبركة في الصحابة ضعاف النفوس الذين كان يستطيع أن يشتريهم معاوية بأمواله وأصبحوا رواة الإسلام للأسف. أذكر أنا أمثلة عن أبي هريرة، وهي هذه الروايات بعضها موجود في الصحاح أخواني. يروي أبو هريرة قوله أن الله ائتمن على وحيه ثلاثا: أنا وجبرائيل ومعاوية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله ائتمن على وحيه ثلاثا: أنا وأنا وجبرائيل ومعاوية. إخواني، لقب كاتب الوحي الآن إلى من يطلق؟ إلى على معاوية. أقسم بالله ما أدري هل يوجد عقل عند الإنسان. معاوية أسلم سنة الفتح، سنة الفتح يعني السنة الثامنة للهجرة، قبل سنتين من وفاة النبي. طيب ما شو قصة الوحي قبل 20 سنة
21 سنة. شو كان عم بيسوي الوحي؟ كان ما عم ينزل على النبي؟ ما كان في كاتب للوحي؟ سنتين يمكن كتب له كلمة أو كلمتين سووه كاتب الوحي. هذه جاءت من هنا، من هذه المشاعر. وهل من المعقول أن يأتمن الله على وحيه أمثال معاوية وأمثال هؤلاء الناس؟ استغفر الله العظيم. أيضا يروي أن النبي ناول معاوية سهما فقال له خذ هذا حتى تلقاني في الجنة. كذلك أنا مدينة العلم وعلي، هذا ما بيحسن ينكروها، وعلي بابها ومعاوية حلقتها. يعني حتى أنت تفتح الباب لازم تمسك الحلقة تبع الباب، لا بد من معاوية. أيضا أحاديث تلقون من بعدي اختلافا وفتنة، فقال له قائل من الناس للنبي صلى الله عليه وآله فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، يشير بذلك إلى عثمان. هذا بالنسبة إلى بعض ما يرجع إلى تمجيد بني أمية، وكثير من الروايات التي تمجد الشام والتي تقدس الشام والتي تقدس بني أمية وأمثالها التي تجدونها كثيرا من الروايات. النوع الثالث ما يرجع إلى تخدير المسلمين من الثورة، تخدير المسلمين من روح الثورة ومن روح الانتفاضة. مثلا كما يرون إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. اسكتوا، أدوهم حقهم وسلوا الله أن يعطيكم حقكم في يوم القيامة. أيضا يرون من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميتة جاهلية. أيضا رواية ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حدث العجاج يقول قال لي أبو هريرة ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال يوشك بأن يأتيك بقعان أهل الشام، لأنهم بيض يسمونهم بالبقعان باعتبار يغلب البياض على أهل الشام، يوشك بأن يأتيك بقعان أهل الشام فيأخذوا صدقتك، فإذا أتوك فتلقاهم بها، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها، وإياك أن تسبهم، فإنك أن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. بينما ماذا يقول القرآن يا أخوان؟ القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فتجد أن هذه الأحاديث تعارض النص القرآني الكريم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الإمام الحسين عليه السلام يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس من رأى منكم منكرا، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناسيا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل كان على الله حقا أن يستدخله مدخلا. يعني كان على الله حق أن يحاسب ويعاقب هذا الإنسان ويحشره مع الظالم. إذا كنت رأيت ظالما ولم تنكر عليه لا بالقول ولا بالفعل فالله له الحق بأن يدخلك مدخل هذا الظالم. أيضا لذلك تجد أن هناك تناقضات. يعني الشمر لو جاء أمام الله سبحانه وتعالى قال له لماذا قتلت الحسين؟ قال لأني قرأت حديث أطع الأميرة ولو كان فاسقا، والأمير أمرني بقتل الحسين وأنا قتلت الحسين، فإذا أنا مطيع للأمير ما علي شيء. نعم أيضا أحسنت، مأجور يعني، استغفر الله العظيم. هذا النوع الثالث. النوع الرابع ما يتعلق بالعقائد وهو الأخطر،
ما يتعلق بالعقائد نجد نحن أنه في زمن بني أمية وفي زمن معاوية بالذات ظهرت العقائد الفاسدة في الإسلام. أول شيء المرجئة ثم الجبرية. المرجئة اخترعوا قضية أن الإنسان المؤمن يكفي أن يكون مؤمن في قلبه، فإذا كان مؤمنا في قلبه حتى لو أظهر الفسق أو أظهر النصرانية أو أظهر اليهودية وارتكب المعاصي وعمل كل شيء، طالما أنه مؤمن في قلبه فإن الله يدخله الجنة. فلا نستطيع نحن أن نعترض على إنسان في تصرفه الظاهري، لأنه المسألة ترجع إلى قلبه وليس إلى مظهره. هذا ما يسمى بالمرجئة، أنه يرجعون كل شيء إلى يوم القيامة، يعني يوم القيامة نعرف حقيقته. هذه ليش؟ هذه حتى تصير المشكلة بين العقائدية بين الشيعة والخوارج الذين كانوا يحاربون بني أمية. لماذا؟ لأن بني أمية مغتصبون للسلطة وهم فاسقون، يزيد شارب خمر ويلهو وتارك لسنة الله ورسوله، فهذا مو لا يجوز للشيعة أن يقبلوا منه فيه حاكما. هؤلاء يقول لا مو ضروري، خليه يكون يلعب مع الكلاب مع القرود، حتى لو أظهر المسيحية مو مشكلة، لأنه عقيدته في داخله مش فيه، نحن ما بنعرف. فلذلك هذا وجد خلق هذا المذهب من ذلك الوقت. أيضا التخيير، أهل التخيير يقولون أن الإنسان مخير. المعتزلة كانوا يقولون أن الإنسان مخير في أفعاله، يعني أن ما يفعله الإنسان في حياته بإرادته الكاملة وبخياره الكامل، فهو محاسب على هذه الأفعال. وهذا يتناقض مع سياسة من؟ مع سياسة معاوية ومع سياسة بني أمية. فلذلك خلقوا فكرة الجبرية، أن الإنسان مجبر على أفعاله في هذه الدنيا وليس له الخيار. وللأسف أن هذه الفكرة وهذه العقيدة هي التي سادت في المجتمع الإسلامي حتى إلى يومنا هذا، وحتى بين الشيعة. صحيح نحن عقائديا لا نقول بالجبر، لكن عمليا نحن نعمل به. إخواني كثير من الأمور نخطئ فيها ونرتكب المعاصي أو نفعل الأمور الخاطئة ونقول هذا ما كتبه الله لنا. لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تخطئ ولا يريد لك أن تعصي. أنت عندك، الله سبحانه وتعالى خلق في عقلك الاختيار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صريح القرآن. نأتي ونقول لا، أنا اخطأت بالحادث، سويت الحادث بسبب خطأي، وبقول والله هيك مكتوب لي. لا، أنا أخطأت، ليش لحمل الله خطأي؟ أنا اللي أخطأت. هذه الروح، لأنه نحن نعيش مع السنة إخواني، نحن نعيش مع هذا المجتمع الذي يؤمن بالجبرية. رحمة الله على الإمام محمد عبده إمام الأزهر السابق، يقول نحن سبب تخلفنا أن منطق الجبرية هو المسيطر علينا، لذلك جمد العقل وجمد التحرر وجمد الإبداع بسبب هذا الأمر، لأن عقيدة الجبرية هي المسيطرة على عقولنا ونفوسنا. هذا كان في زمان معاوية بن أبي سفيان. لذلك تجد أنه عندما، هذه رواية طريفة، عندما استلم يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد عمر بن عبد العزيز، استلم الخلافة، فقال له، فقال سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز. طبعا سيرة بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي العادل يسمى، مع أنه لا يتناسب تماما مع أهل البيت عليهم السلام وعدالتهم، لكن العدالة أصبحت مسألة صعبة في المجتمع. بقي 40 ليلة، ثم جيء له 40 شيخا أقسموا له
بأن ما على الحاكم من حساب يوم القيامة. أمثال هذه السياسة هي التي سادت الأمة، وهي التي سادت الحياة كما تلاحظون: إرهاب، تجويع، تغيير عقائدي، تغيير سنة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه السنة هي التي دونت فيما بعد وأصبحت صحاحا. فكل هذا أصبح من سنة النبي، وقد تغير الدين بسبب وبفضل سياسة معاوية وبني أمية في الأمة. فلهذا تجد أن الناس قد عاشوا حالة الخوف وحالة الضعف وحالة الاستضعاف. يعني لنجعل مقارنة بسيطة، في زمن الخليفة عمر كان هناك نفوس المسلمين تختلف، الناس كانت مشحونة بالعقيدة الصحيحة، بالثورة، بالنهج النبوي، بالنهج العلوي. فلذلك كان عندما استلم الخلافة قال: إذا رأيتم مني عجاجا فقوموني. فقام إليه أحد الصحابة وقال: والله لو رأينا منك عجاجا لقومناك بسيفنا هذا. بينما في زمن معاوية ما عاد هذه النفوس ماتت، ما عاد موجودة. الإمام الحسين يطرق الأبواب ويقول لهم: تفضلوا إلى الجهاد، يقولون: ما لنا وللدخول بين السلاطين. الناس عاشت حياة الذل، قبلت بهذا الذل، حتى وصلت المسألة إلى كبار العلماء في ذلك الوقت. الإمام الحسين بقي حيا، بقي ينبض بالحياة. يعني أنا من الاستغراب أن نجد شخصية مثل عبد الله بن عباس مثلا يثني الحسين عن القيام بالثورة ويقول له: اذهب إلى اليمن وشعابها فهناك تنجو ولا يلحقك بني أمية. هذا الموقف من ابن عباس يعتبر موقفا خطيرا جدا. لماذا؟ لأن موقف علمائي، موقف العالم له أثره في الحياة، له أثره في الأمة. فعندما يوجد مثل هذا الموقف، هذا موقف يسجل تاريخيا خطرا على الإسلام. فلذلك نحن نحتاج لأن نتأمل ونرى حيوية الإمام الحسين عليه السلام، الذي بقي ممانعا وبقي صلبا رغم الكوارث التي مرت فيه. والإمام الصادق يقول: المؤمن أصلب من الجبل. يعني نجد أن هذا الأمر لم يكن موجودا في ذلك الوقت إلا بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام ومن تبعه من أصحابه. فلهذا في الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج وجدير بالدراسة وجدير بالاهتمام. هذه الحيوية النابضة عند الإمام الحسين عليه السلام وعند أهل بيت الحسين وأصحاب الحسين نجدها قلة قليلة. إخواني المسلمون كم عددهم في ذلك الوقت؟ كبير جدا، لكن كم كان مع الحسين؟ طبعا هناك من استطاع أن يحضر معه المعركة، وهناك من منع من حضور المعركة، هذا إن شاء الله يأتي الكلام إليه لاحقا. هذا الوعي، حالة الوعي، هل كانت موجودة بشكل عام في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت؟ لم تكن موجودة إلا عند الحسين وعند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أختم كلامي بمثال حي على ذلك يذكر في مثل هذه الليلة. فاطمة أم البنين سلام الله عليها، فاطمة أم البنين من الناس الذين بقوا مع الحسين وعاشوا مع الحسين حركته وثورته، وكل أفعالها تدل على أنها كانت واعية لمقام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنها واعية لثورة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أذكر لها هذه مواقف ثلاثة وأسألكم الدعاء. في حياة الإمام علي عليه السلام عندما تزوجها سلام الله عليه اسمها فاطمة، فكان يناديها باسمها فاطمة، فقالت للإمام عليه السلام: يا أمير المؤمنين، لو ناديتني بغير فاطمة، لأن هذا قد يؤثر على الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فيذكرهما بمصاب أمهما سلام الله عليها.
فسماها أم البنين. هذه حركة واعية من امرأة، من زوجة مثقفة، زوجة أصيلة في الحقيقة. هذه النقطة إخواني جديرة في الدراسة في الحقيقة، يعني ليس كل امرأة تستطيع، بالعكس عادة الزوجة تحاول ماذا؟ أن تكون هي المستأثرة، هي أولادها هم الذين يكون لهم السيطرة، لكن هذه المرأة راعت لأنها تعرف حق أهل البيت وتعرف مقام الزهراء عليها السلام، قالت للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الكلام. بعد استشهاد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا فعلت؟ كان لها موقفا عظيما. هذا الموقف أنا لا أفسره عاطفيا، أفسره وعيا إخواني، وعيا لكل امرأة ولكل رجل يجب أن يلتفت إلى هذا التصرف. بعد استشهاد الحسين ماذا فعلت أم البنين سلام الله عليها؟ بعد أن وصلها الخبر، سوف نأتي كيف وصلها الخبر ننهي به الكلام، لكن بعد أن تأكد لها موت الحسين واستشهاد الحسين وأولادها الأربعة، ماذا فعلت أم البنين؟ عملت قبورا في الصحراء، عملت أربع قبور لأولادها الأربعة وقبرا إلى الجانب، فكانوا ترى الناس يرونها تذهب إلى هذه القبور الأربعة تبكي، ثم تذهب إلى القبر الذي هو بالجانب فتبكي. عندما سئلت ماذا هذه القبور الأربعة، فهمنا القبر الرابع لمن؟ خامس لمن؟ قالت هذه قبور أولادي الأربعة وذلك قبر الحسين أواسي الزهراء عليها السلام. هذا الموقف أفسره إخواني على أنه ماذا؟ أنه تريد أن توقظ الأمة. انظروا ببني أمية ماذا فعلوا بالحسين عليه السلام، هذه رسالة إلى الأمة لكن بطريقة ذكية، بطريقة مخلصة، طريقة واعية تدل على أنها أيضا كانت واعية مع الحسين، تنبض بالحياة وتنبض بالفكر والوعي سلام الله عليها. نلاحظ اهتمامها بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما جاء بشر إلى المدينة ليوصل الخبر واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وقال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، سمعت بهذا الأمر، جاءت إلى البشر لتتأكد وكأنها لم تكن واعية، سمعت بأن الحسين قتل لكن تريد أن تتأكد، تريد أن تستوعب المسألة، فسألته يا بشر ما خبر الحسين؟ سأل من هذه المرأة، كان على كتفها الطفل، هو ابن العباس عليه السلام، طفل رضيع كان على كتفها طفل، قال من هذه المرأة؟ قالوا هذه أم البنين، أم العباس وزوجة الإمام علي. قالت عجيب، تسألني عن الحسين ولم تسألني عن أولادي أولادها، لربما لا تعرف شيئا. فقال عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت ما سألتك يا شيخ عن عبد الله، سألتك عن ولد الحسين، ما هي أخبار الحسين؟ قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت ما سألتك عن جعفر، سألتك عن ولد الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت ما سألتك عن عثمان، سألتك عن ولد الحسين. ثم قال عظم الله لك الأجر في العباس. فعندما سمعت هذا الخبر وقع الطفل من على كتفها لأنها لم تعد تتحمل هذا الموقف. قالت يا شيخ ما سألتك عن ولد العباس، سألتك عن ولد الحسين. فقال لها عظم الله لك الأجر بالحسين. فقالت وا حسينا، يا ولدي يا حسين، اللهم أن نسألك ونرجوك بالحسين وأهل بيت الحسين أن تجعلنا من أتباع الحسين وأن تحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. عظم الله لكم ولنا الأجر بمصاب الحسين. إخواني الحاضرين اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين.
اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اخواني واخواتي الحاضرين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا الله، واقض حوائجهم بحق ام البنين. اللهم شافي مرضاهم وعافي احياءهم وارحم موتاهم وارحمنا واياهم والى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات واموات الحاضرين وخصوصا المؤسسين لهذا المجلس نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.